انت اللي شو الاسم؟ صباح الخير الله. استاذ صلاح، صلاح عم سؤال، ليش هلا حركته؟ سببي، السبب الاول بشكل اخوتنا في تونس كانوا يخدموا معانا هناك، لما قلت انت صار عايزين امين قلت شو تحكي خوف، هذا يقول اخوة زين عبدين في الأجاية، خوف من زين عبدين في ليبيا، خذها المصريين يقول لها حسن مبارك ربنا يطول في عمرك، خوف من حسن مبارك في ليبيا زي ما ليبي في مصر تقول له معمر يقول لك يا رجل ريحني فكني نبي نرجع ويلتي نبي نرد عملي، انا راس اخدم في العمل هدمت في شركة راس بنوت من جنسي ما استخدم ثلاثة طاحة من سرب، تعرف نحن المخبوطين اللي نخدمه بابا صديقي من سرب جزافي العمل يوقع عليه وغرق بيحاوش حياة حلوة ونحن المخبوطين اللي نخدمه صارت حلوة بخزان جديد نحن اللي صفيناها، لما صارت الناس خزان جديد نحن اللي صفيناها، ليبيين لما جت الشركة الإيطالية شركة نرويجية بطبخ النار ملايين دولارات شركة ليبيين بعين الصفحة طيب. ليش هلا لما صار من مصر صار من تونس الله اكبر التحرير صار لما ينتفض الشعب، هل في حد يشك ان صار تونس صار الشعب؟ هل في حد يشك ان صار مصر صار الشعب؟ باي نحن يوم 17 انقتلونا قدام الحصار لان لو قالوا في اليوم اطلعوا برا من هنا منكم هل كلها لما نبقى انتظرنا جينا قدام السفارة قابلونا بالرصاص، هذا الفكرة مساحة طول فكرة مساحة، ليش ما نستغلوها في مصر تونس لا اله الا الله، نحن الشباب قلنا حصلت يوم 17 ايام مصر 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 مستكفي ما تدريش صوت مجرد الكلام حتنحب العائلات، هلا عندك العائلات سوى 13 ابن راجل عنده 13 ابن ناس رحمة الله عليه عياله ما فيش عمل مستحيل يخدم ما فيش قراية حتى تعليم تأجيل النوم ليش بس يا في يوم من الايام خش التدريس قعد 5 شهور طلع نتيجة انه ضربه مرض الصل يحسبوه ميت زاد مان، لما شفاء الله اخذوا عليه تعاهدات انه خلاص خلاص اوكي، قعد تحت امر يوقع كل 3 ايام بالاسبوع في الامن الداخلي، الراجل ماشي جنب العين عياله عقوبة لك يا اخي مش تطلع في عقوبة اخرى، عيالك ممنوعين من المدرسة ممنوعين من العمل خدمتهم ميكانيكا سيارات، هل تعرف ان 4 أو 5 سيارات يشكلوا منها سيارة؟ انا نعرف فارس جديد وبروبولين مش سيفور ميثانول من شركة طرق اليوريا، هذا تبي تزيد ليش؟ لاسعار النقل خام اوكي مليون حتى ليبيا ليبيا تنتج مليون نقل خام فاهم ال بي جي مكس سي فايف أسعارها خيالية يا عالم، أسعارها خيالية بكل معنى الكلمة، وأعتقد المتفرج اللي من برا ينظر في ليبيا يقول حرام، أنا منعت الحلاقة. نعم. وعندي حول الأرض ونفر شهداء، شهداء لازم تحاسب. تو والله يفضل إنك عايش في الحياة يا جماعة.